إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا أنكم محاسبون، وعن أعمالكم مجزيون، وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، إنكم في شهر عظيم وفي شهر مبارك، فاستشعروا فضل الله سبحانه وتعالى عليكم أن بلغكم هذا الشهر المبارك وبلغكم ثلثه، فأروا الله سبحانه وتعالى من أنفسكم خيرا. عباد الله، على المسلم أن يعتني بصومه وأن يحافظ عليه مما يجرحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع شرابه وطعامه. فالمسلم يا عباد الله مأمور أن يحافظ على صومه مما يجرح الصوم من القول الباطل والعمل الباطل. وإننا في هذا الزمان يصعب على المرء أن يحافظ على صومه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. فالمسلم في هذا الزمان بين كماشتي الواقع والواقع الافتراضي في وسائل التواصل، فإن سلم من هذا لم يسلم من هذا، ولم يسلم إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى في الحفاظ على جوارحه والحفاظ على صومه. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون بالحفاظ على صومهم، فبعضهم يمكث في المسجد ولا يخرج منه حتى لا يجرح صومه. عباد الله، وإن من أحسن من يستعين به المرء الحفاظ على صومه أن يقرأ القرآن وأن يكثر منه في ليله وفي نهاره. فإن القرآن يا عباد الله هو أعظم وسيلة للحفاظ على الصوم والاستكثار من الحسنات في هذا الشهر المبارك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن القلوب أوعية فأشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيرها. وقد كان السلف يا عباد الله يعتنون بكتاب الله عز وجل قراءة وتدريسا في هذا الشهر المبارك، لعلمهم أن الشهر المبارك قد اختص بهذا الكتاب المبارك. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن في هذا الشهر المبارك، قال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ففهم السلف رحمهم الله تعالى هذا الأمر، فأقبلوا على كتاب الله عز وجل في هذا الشهر المبارك إقبالاً كبيراً، ولنا فيهم أسوة وهم القدوة. فقد كان قتادة رضي الله عنه ورحمه إذا دخل شهر رمضان درس القرآن. كان الزهري رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين إذا دخل شهر رمضان قال: إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان سفيان الثوري رحمه الله تعالى إذا دخل شهر رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن. ومالك بن أنس الإمام المشهور إذا دخل شهر رمضان ترك تدريس الحديث وأقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما اعتناؤهم بكثرة الختم والاستكثار من التلاوة
في هذا الشهر المبارك فكثير مشهور، وحسبنا أن نذكر شيئًا من ذلك مما يعين ويرفع الهمة للاستكثار من الختمات في هذا الشهر المبارك. فقد جاء عن قتادة رحمه الله تعالى أنه إذا دخل شهر رمضان كان يختم في كل ثلاث، وإذا دخلت العشر ختم في كل ليلة. وجاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يختم في رمضان 60 ختمة، أي أنه يختم في كل يوم وليلة ختمتين. وهذا يا عباد الله ليس ببعيد على من وفقه الله سبحانه وتعالى. والأمثلة عن السلف كثيرة جدا كثيرة جدا ومشهورة، ونذكر يا عباد الله أمثلة من المعاصرين حتى لا يظن الظان أن هذا مختص بالسابقين. فإن من المعاصرين يا عباد الله من يختم القرآن ختمات كختمات السلف، فقد جاء عن بعض أئمة الدعوة، جاء عنهم أنهم يختمون القرآن في كل يوم في شهر رمضان. فقد جاء عن الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى أنه يختم في شهر رمضان في كل يوم، أي أنه يختم 30 ختمة. وجاء مثل ذلك عن الشيخ حمد بن فارس رحمه الله والشيخ عمر بن سليم رحمه الله تعالى، بل جاء عن الشيخ عمر بن سليم رحمه الله أنه كان يختم 60 ختمة كما كان الشافعي رحمه الله تعالى يفعل في شهر رمضان. وغيرهم يا عباد الله كثير. ومن أقرب من كان يفعل ذلك من مشايخنا وعلمائنا المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن داود رحمه الله تعالى، وقد توفي قريبا، كان يختم في شهر رمضان في يوم ونصف. ومن أعجب ما روي في هذا يا عباد الله من الحرص على الختمات والإكثار من تلاوة القرآن والإقبال الكلي على كتاب الله عز وجل ما ذكره الشيخ عمر بن حسن بن حسين آل الشيخ رحمه الله تعالى عن والده، قال: لما دخل شهر رمضان فرح أبي فرحا شديدا بدخول شهر رمضان، واعتكف اعتكافا كليا في المسجد، وأقبل على قراءة القرآن، وكلما ختم ختمة خط خطا. فلما انتهى شهر رمضان ذهبت إلى المسجد وعددت الخطوط التي كان يخطها أبي فوجدتها 100 خط، فعلمت أنه ختم القرآن في رمضان 100 ختمة. وهذا يا عباد الله ليس بعظيم إلا ليس بعظيم على من وفقه الله عز وجل. فمن صدق النية وعزم الهمة فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويذلل لسانه لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله استكثروا من قراءة القرآن في هذا الشهر المبارك العظيم، ولا تتعللوا بالأشغال، فاجعلوا شغلكم هو القرآن. فليس يا عباد الله من العقل والكياسة والفطانة أن يمر على العبد شهر رمضان ولم يختم إلا ختمة أو يختم ختمتين، بل على المسلم أن يستكثر الختمات، فإن هذا الشهر المبارك هو شهر القرآن، فأقبلوا عليه بقلوبكم. والله عز وجل إذا علم من العبد صدق النية أعانه على ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن الصيام والقرآن شفيعان للعبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان، فيأتي الصيام فيقول: يا رب منعته الشهوات في النهار
فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته من النوم في الليل فشفعني فيه فيشفعان. فالصيام والقرآن قد اجتمعا في هذا الشهر المبارك، فاستعينوا على الصيام بالقرآن فإنهما شفيعان يوم القيامة. وفي هذا الحديث دلالة على أن قراءة القرآن في الليل لها فضل عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن القرآن يشفع يوم القيامة فيقول: منعته النوم في الليل فشفعني فيشفعه الله عز وجل فيه. فدل على أن قراءة القرآن في الليل من السنة. وفي رمضان ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه في مدارسة جبريل أنه كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ليلا. ونقول ذلك يا عباد الله لأن كثيرا من الناس ينشغلون عن قراءة القرآن في الليل ولا يقرؤون القرآن في رمضان إلا في النهار، مع أن القراءة في الليل أفضل من القراءة في النهار، ورمضان كله وقت لقراءة القرآن. واعلموا عباد الله أن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزق البطانة الصالحة الناصحة التي تعين على الخير، تدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم وصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، وتجاوز عن خطائنا وزللنا يا رب العالمين. اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.